تحية رياضية نبعثها لكم مشاهدينا الكرام. نحن نلتقيكم في حلقة رياضية جديدة من برنامج صدى الرياضة. مشاهدينا اليوم سنتوقف مع محطات رياضية، أبرزها ستكون مع ملف اتحاد الكرة والانتخابات المقبلة والمشهد الكروي العراقي الحالي وما يسوده من تداعيات وتفاقم أزمات، متمثلا بالملفات التي تطعن بنزاهة اتحاد الكرة العراقي والذي حملته وزارة الشباب والرياضة على عاتقها، وكذلك بالصراع الآخر الذي يدور منذ أسابيع حول ترشح لانتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم. بالتأكيد ستكون عدسة البرنامج متواجدة مع شخصيات إدارية وكذلك مع آراء مختلفة لعدد من الرياضيين والحكام والإعلاميين لمعرفة انطباعاتهم حول مرحلة الانتخابات، فضلا عن منهج عمل وتقييم عام لأداء منظومة الاتحاد الكروي. مشاهدينا بعد الفاصل انطلاقتنا مع فقرة صدى الرياضة لهذا اليوم، خليكم ويانا ورمضان مبارك. جمهورنا الرياضي، نجدد الترحيب بكم، وانطلاقتنا الأولى ستكون مع تتويج فريق ريال مدريد الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا للعام الثالث على التوالي بعد تغلبه على ليفربول الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين في مدينة كييف الأوكرانية. بهذا الفوز حصد فريق ريال مدريد لقبه الثالث عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا، مواصلا صدارة أندية أوروبا تتويجا باللقب. سجل أولا كريم بنزيما للريال في الدقيقة 51، بعدها تمكن لاعب ليفربول السنغالي ساديو ماني من معادلة الكفة في الدقيقة 55، وعزز البديل جارث بيل النتيجة للريال بإحرازه هدفين في الدقيقتين 64 و83 من زمن اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز الريال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. مشاهدينا متواصلين معكم وضمن أجواء تتويج الفريق الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا، فقد سطر فريق ريال مدريد الإسباني تاريخا رائعا بفوزه بنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي في ليلة شهدت العديد من الأرقام القياسية، ليؤكد بذلك بطل القارة العجوز أن دوري الأبطال هي مسابقته المفضلة بعد أن سطر تاريخا فيها لن ينسى على الإطلاق، وذلك بحصد اللقب للمرة الثالثة تواليا والثالثة عشر في تاريخه. وكانت العاصمة الأوكرانية كييف شاهدة على أرقام تاريخية لعملاق العاصمة الإسبانية ومدربه زين الدين زيدان، أرقام سنذكرها مشاهدينا الكرام فيما يلي. زين الدين زيدان أصبح أول مدرب في التاريخ يفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية، وذلك منذ انطلاق البطولة الكبرى موسم 55-56. الويلزي جارث بيل نجم الفريق الملكي أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يشارك كبديل في المباراة النهائية وينجح في إحراز هدفين. بتتويج ريال مدريد بهذا اللقب أصبح الفريق الملكي أول ناد يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا لثلاث مرات متتالية منذ أن فعلها العملاق الألماني بايرن ميونخ عام 1974 75 76. المهاجم كريم بنزيما هو أول لاعب فرنسي ينجح في التسجيل في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا منذ أن فعلها مدربه الحالي زين الدين زيدان في نهائي نسخة عام 2002، وكان زيدان في وقتها لاعبا في ريال مدريد. أيضا الحارس الكوستاريكي نافاز حارس ريال مدريد أصبح أول حارس في تاريخ دوري أبطال أوروبا يتمكن من اللعب لثلاث نهائيات متتالية والفوز بها جميعا.
أما كريستيانو رونالدو يخوض النهائي السادس له في دوري الأبطال، حيث هنالك ثلاثة لاعبين آخرين خاضوا نهائي البطولة أكثر منه، هم باولو مالديني وباكو خينتو 8 مرات مقابل 7 نهائيات للاعب دي ستيفانو. جمهورنا الرياضي، من الحالات يعني المؤثرة والمحزنة التي شهدتها المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، تعرض المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي إلى إصابة بليغة، وبالتالي خروجه متأثرا منها بعد مرور 25 دقيقة من الشوط الأول إثر التحام قوي مع مدافع ريال مدريد الإسباني راموس. وأفاد مسؤولون في ليفربول أنه تم إجراء أشعة على كتف صلاح، وأظهرت أن الإصابة هي جزع في أربطة مفصل الكتف. وأعرب طبيب المنتخب المصري محمد أبو العلا عن تفاؤله بأن يلتحق صلاح بمباريات كأس العالم وفقا يعني هذا التشخيص. بالمقابل مشاهدينا الكرام، يعني وجه لاعب ريال مدريد سيرخيو راموس رسالة إلى المصري محمد صلاح، كتب فيها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: أحيانا تظهر لك كرة القدم جانبا جيدا وأحيانا السيء في أوقات أخرى. وتابع راموس: قبل كل شيء نحن زملاء محترفين، أتمنى لك الشفاء العاجل، ومضيفا أن المستقبل لك يا صلاح. مشاهدينا الكرام، متواصلين معكم، وبالعودة إلى إصابة محمد صلاح، بالتأكيد التقارير الطبية الأولية التي أجريت مباشرة بعد المباراة لن توضح نوع ومدة ومدى الإصابة بشكل نهائي، بالتالي سيخضع صلاح لفحوصات أخرى أكثر دقة، وسيوضح البرنامج العلاجي المناسب لصلاح فيما بعد، واعتقد بعد يعني اسبوعين او اكثر باذن الله سيتماثل بنسبه كبيره للشفاء، وهذا ما نتمناه للاعبنا العربي المصري محمد صلاح، العوده السريعه الى الملاعب وتمثيل المنتخب في مونديال روسيا الذي يعني لم يبقى على انطلاقته الا اسبوعين يعني تقريبا، خصوصا وان الفحوصات اثبتت سلامه صلاح من اي كسور في العظام أو تمزقات في الأنسجة لا سامح الله، وهذه مهمة جدا في نوع وفترة الشفاء. بالنسبة للتغريدات فقد أكد فيها محمد صلاح عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه سيشارك في نهائيات مونديال روسيا 2018 الشهر المقبل، وكتب صلاح: لقد كانت ليلة صعبة جدا لكنني محارب، ورغم الصعوبات أنا واثق من تواجدي في روسيا، وحبكم ودعمكم سيمنحني القوة التي أحتاجها للعودة سريعا. متواصلين معكم مشاهدينا الكرام، نجدد الترحيب بكم الآن مع ملف اتحاد الكرة والانتخابات المقبلة. الكل يعلم بأن المشهد الكروي العراقي في الفترة السابقة رافقه الكثير من حالات التباين وعدم الاستقرار. للأسف الشديد عندما نتحدث عن ملف اتحاد الكرة والانتخابات المقبلة والمشهد الكروي العراقي الحالي بشكل عام، للأسف مباشرة تظهر على السطح يعني حالة سلبية على الرياضة العراقية وكرة القدم بشكل خاص، فتظهر لنا يعني حالة من الخلافات والتداعيات وتفاقم للأزمات متمثلة بقضايا عديدة
تخص عمل الاتحاد، ومنها الملفات التي تطعن بنزاهة اتحاد الكرة العراقي، والذي حملته وزارة الشباب والرياضة إلى مقر الاتحاد الدولي الفيفا في مدينة لوزان السويسرية، بخصوص صرف الأموال من قبل اتحاد الكرة العراقي بدون مبرر في بطولة كأس الخليج التي أقيمت في البحرين، وهي بطولة خليج 21، فضلا عن المنح التي رصدتها الوزارة، إضافة إلى ملف تزوير أعمار الفئات العمرية. طبعا هذه يعني هذه قضية من قضايا يعني أخرى، لكن قضية أو ملف النزاهة ذهب بعيدا عن القضاء المحلي ليصل إلى سويسرا حيث مقر الاتحاد الدولي الفيفا. يعني وعلى قول إخواننا المصريين، الفضيحة صارت بقلاقل، واللي ما يشتري خلي يتفرج. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حوالي أكثر من ساعتين كان اجتماع مثمر مع اللجنة القانونية للاتحاد الدولي والآسيوي، وشرعنا كل التفاصيل الدعوة اللي مقدمة من قبل وزارة الشباب ضد الرئيس وأعضاء الاتحاد، وتفهموا الموضوع بأن الموضوع ما كان يحتاج أصلا القضاء العراقي يتدخل بهذا الموضوع، وأيضا وزارة الشباب يرفع القضاء العراقي لأنه يوجد المحاكم المختصة بشأن إذا كان أكو مخالفات، ولكن هم بعد دراسة الموضوع لا يوجد أي مخالفات بالنسبة للرئيس وأعضاء الاتحاد العراقي، وأيضا سيبعثون رسالة بهذا الشأن للحكومة العراقية بعدم التدخل في شؤون واستقلالية اتحاد كرة القدم، سواء كان محاكم العراقية أو الانتخابات 31 بالشهر، وأيضا سيبعثون ممثل للاتحاد الدولي لحضور انتخاباتنا يوم واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما تعرف جرى اليوم اللقاء أو الاجتماع بين الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم وبين اللجنة القانونية في الاتحاد الدولي. الحقيقة الاجتماع استغرق أكثر من 3 ساعات، تناولنا به كل القضايا، كل المواد، كل البنود اللي تم إحالتنا بها إلى النزاهة، ومن ثم إلى محكمة الجنايات. يعني بالأحرى هم كانوا متفهمين للموضوع بشكل بدقة وبشكل دقيق جدا، لأن المراسلات اللي حدثت بينهم المراسلات المسبقة كانت توحي لهذا الموضوع، ومتفهمين الموضوع بالتمام، ويعني قالوا هذا تدخل وما ممكن أن نقبل به ولا ممكن أن نسمح به، وبالتالي راح يدزون خلال الأيام القليلة القادمة. الحقيقة هم عندهم تفاصيل كاملة على الانتخابات، عندهم تفاصيل في النظام الداخلي، وإحنا طبقنا النظام الداخلي بحذافيره، طبقنا كل المفردات اللي تم الانتخابات في النظام الداخلي، وبالتالي يعني هم ذاهبين معانا إلى الانتخابات، ويعني أرادوا أن تجري الانتخابات في وقتها المحدد، وبالتالي يعني قالوا ما ممكن أن يتغير الموعد أو يتم تأجيله، احنا معاكم ذاهبين إلى الانتخابات، وسوف نرسل ممثل من الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي للانتخابات إن شاء الله. بالنسبة للإجراءات القانونية لكل فقرات الترشيح تم تطبيقها من قبل الدار القانونية في الاتحاد الدولي، وأبلغونا أنه كل الإجراءات القانونية بشكل سلس وسليم وصالحة، ولهذا أبلغونا بأن نتجه الانتخابات في يوم 31 إن شاء الله. يعني ما افتهمنا، يعني رئيس الاتحاد يقول مدة الاجتماع أكثر من ساعتين، والسيد علي جبار يقول أكثر من 3 ساعات. يعني هذه الحالة تعكس لنا أهمية الوقت ودقة المواعيد والحالة التنظيمية العالية لدى أعضاء وفد الاتحاد. يعني لطفا زميلنا المخرج خلي نشوف هذه اللقطة مرة أخرى، خلي نشوف هذه اللقطة. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حوالي أكثر من ساعتين كان اجتماع مثمر مع اللجنة القانونية للاتحاد الدولي والآسيوي. جرى اليوم اللقاء أو الاجتماع بين الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم وبين اللجنة القانونية في الاتحاد الدولي. الحقيقة الاجتماع استغرق أكثر من 3 ساعات، تناولنا به كل القضايا، كل المواد، كل البنود. طيب مشاهدينا، يعني أكثر من ساعتين وأكثر من 3 ساعات، يعني عادي الفرق فقط تقريبا ساعة. ماشي، ما أريد أدقق على مجمل التفاصيل
بصراحة هي كثيرة. المهم كما لاحظنا ذهب مؤخرا وفد من الاتحاد العراقي الكروي برئاسة عبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد ونائبه علي جبار، وكذلك السيد وليد طبرة مدير دائرة العلاقات العامة والمستشار القانوني الدكتور نزار أحمد، ذهبوا إلى زيورخ للاجتماع في الاتحاد الدولي الفيفا واللجنة الخاصة باتحاد الدولي، والتي هي عبارة عن 7 أشخاص يمثلون اللجان العاملة في الفيفا، بدءا من رئيس الاتحادات الوطنية مرورا باللجنة القانونية وكذلك ممثل رئيس الفيفا. يذكر أن اجتماع اتحاد الكرة العراقي مع الفيفا دام لأكثر من 3 ساعات من أجل مناقشة قضية النزاهة ضد اتحاد الكرة وقضايا أخرى، ومنها عملية الانتخابات ورمضان مبارك. مشاهدينا نكمل فقرة صدى الرياضة الخاصة بملف اتحاد الكرة والانتخابات المقبلة، وهذه المرة إلى الزملاء أعضاء مكتب الناطقية في وزارة الشباب والرياضة لتوضيح حجم التصادم الواضح بين الطرفين، خصوصا بعدما يعني ظهر على السطح حجم الخلاف الكبير الذي يرتبط بإدارة الملف الكروي ووزارة الشباب والرياضة، وهذا الأمر الذي انعكس بشكل كبير على الوسط الرياضي والمعنيين والشارع الرياضي. عدسة صدى الرياضة كالمعتاد تواجدت مع أهل الشان لتوضيح بعض الأمور المتعلقة بالقضية، خلينا نتابع. طبعا بالنسبة لما يحصل ويتداول كثيرا خاصة بين جمهور الرياضة، الجمهور العاشق للرياضة في العراق، وأيضا خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية المهتمة بالشأن الرياضي، حول وجود هذه الدعاوي وغيره بين وزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم، حقيقة وضحنا كثيرا نحن في وزارة الشباب وكقسم الناطقية أيضا في الوزارة أنه وزارة الشباب والرياضة هي غير معنية في أصل الدعوة هذه. هذه الدعوة كانت منذ يعني زمن الوزير السابق جاسم محمد جعفر، والاتحاد كرة القدم على علم بهذه القضية وحيثياتها، والمعني الأول هو كان ديوان الرقابة المالية اللي أشعر كتاب وأبرق طبعا الجهات المعنية وأيضا لاتحاد القدم، ومع طبعا هيئة النزاهة ومكتب المفتش العام في وزارة الشباب والرياضة. مع تسلم السيد الوزير عبد الحسين عبطان للوزارة جلس مع اتحاد كرة القدم ووضح لهم الكثير من الأمور اللي تخص هذه القضية، وهي قضية طبعا أموال دولة وقضية هدر يعني المال العام بما يخص بطولة كما تعرف حضرتك يعني خليجي اللي قيمة 21 اللي قيمة في البحرين. فلا دخل للوزارة في هذه قضية مالية تخص الجهات المعنية، ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وأيضا مكتب المفتش العام. واليوم أكو قرار قضائي أنه لازم اتحاد كرة القدم يبين موقفه، هذا يعني حصل بالموضوع، ربما تثار أمور من هنا وهناك بتأجيج، للأسف هناك يعني نفس يوجد في الأوساط من هنا وهناك تأجيج هذا العلاقة اللي طبعا يعني وزارة الشباب والرياضة لطالما كانت يعني تخدم الرياضة العراقية وخاصة اتحاد كرة القدم، خاصة إذا ما عرفنا في هذه القضية بالتحديد السيد علي طاهر مدير عام دار القانونية في وزارة الشباب هو اللي كفل رئيس الاتحاد وأعضاء الاتحاد في هذه القضية، لكن بالنهاية هي قضية قانونية، ربما ستكون هناك يعني إجابات من قبل اتحاد القدم أمام الجهات المعنية بالقضية، وما زال طبعا وزارة الشباب والرياضة داعمة كل خطواتها لأنه يكون هناك مؤسسات رياضية حقيقية تعمل بالنظام المؤسسي تحترم القوانين الداخلية. كما تعرف حضرتك حتى اللوائح العالمية سواء للجنة الأولمبية الدولية أو الاتحاد الدولي الفيفا يجب أن لا تتقاطع اللوائح الداخلية للاتحادات الرياضية مع اللوائح والقوانين الخاصة بالبلد وخصوصيات البلد، وإن شاء الله في قادم الأيام طبعا راح توضح جميع الملابسات في هذه القضية، ووضحناها أكثر من مرة بشخصية معالي السيد الوزير وأيضا المدراء العامين المعنيين في هذه القضية. نتمنى أنه اتحاد القدم يسارع في حسم هذه القضية ويبين يعني ما مطلوب منه أمام الجهات المختصة. يعني حقيقة هو ماكو قضية تخص وزارة شباب واتحاد كرة وكل ما يقال عن هذه الجهة، يعني اليوم القضية هي خاصة
تقدر تقول يعني حقيقة محكمة النزاهة يعني هذا الأمر الجميع اللي لازم يعرفه. وزارة الشباب بعيدة عن هذه القضية، هذه القضية مو قضية سنة وسنتين ولا قضية عبد الحسين عبطان وعبد الخالق وغيره، القضية منذ خليج 21 تقريبا، يعني عندما كان جالس محمد جعفر موجود على الوزارة، فكان هنالك إسراف بالمبالغ المالية التي كانت حينذاك يعني في البطولة، لذلك كانت هي قضية مكتب مفتش عام في الوزارة وديوان الرقابة المالية وآلية التدقيق وكيف صرف هذا المبلغ. سكتت القضية فترة حتى عادت مرة أخرى بإجابة وبردود إلى ديوان الرقابة المالية، ديوان الرقابة المالية حولها على مكتب مفتش عام في وزارة المالية، مكتب مفتش عام حاول بأجوبة أن يقنع الجهة المقابلة أنه يابا هذه الفلوس اللي وصلت وهذه الواردات وهذه الأمور اللي كان يساهم بها الاتحاد، أبلغناهم بهذا الشيء، لم يقتنعوا بالإجابة، ردوا مرة أخرى إلى ديوان الرقابة المالية، ديوان الرقابة المالية طالبت مكتب مفتش عام في الوزارة إلى إيجاد إيضاحات أخرى، مكتب مفتش عام طلب أيضا نفس القضية وأرسلها، لم تصدق المحكمة هذا الشيء، فلذلك طالبت مرة أخرى بفتح تحقيق يخص هذا الأمر. القضية بتاتا لا يخص وزارة شباب، القضية يخص يعني بصراحة محكمة، المحكمة العراقية، القضية تخص النزاهة، الوزارة بعيدة. نحن كوزارة حقيقة نتمنى إن شاء الله للإخوة الاتحاديون أن يخرجوا إن شاء الله من هذه الغمة، ومن كان منهم ببراءة فعليه أن يعلن براءته، وإن شاء الله يعني الكل إحنا ما نتمنى أحد اليوم، ماكو أحد يتمنى لأخوه يعني أنه يقع في ورطة إن كان بعيدا عن هذه الورطة، لذلك إحنا نفسنا مع الكل حقيقة ومع القانون بالدرجة الأساس، إن كان القانون معك فنحن سنصفق، وإن كان القانون ضدك وأنت مذنب فإحنا أيضا سنصفق القانون. جمهورنا الرياضي، دعونا نتوقف مع مجموعة من الأخبار الرياضية المنوعة والسريعة نتعرف عليها من خلال الوقفة التالية وهي فقرة دقيقة ونص، خليكم ويانا ورمضان مبارك. لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم تحدد يوم الأحد المقبل موعد لقمة الدوري بين المتصدر الزوراء والشرطة في الساعة 10 مساء على ملعب الشعب الدولي. ومنتخبنا بكرة السلة يختتم مشاركته في بطولة البحرين الدولية خالي الوفاض بعد خسارته في مبارياته بالبطولة، كانت أولها أمام البلد المضيف البحرين بنتيجة 71-65، وخسر أمام المنتخب اللبناني بنتيجة 80-57 نقطة. عالمياً، ريال مدريد أول من جمع بين عرشي القدم والسلة في أوروبا، إذ تمكن الملكي من خطف البطولتين الأوروبيتين بكرة القدم وكرة السلة في موسم واحد، وحصل النادي على اللقب السلوي قبل أسبوع من تتويج الفريق الكروي باللقب. والمصريون وجمهور الكرة في العالم والوطن العربي يفتحون النار في مواقع التواصل على لاعب ريال راموس بعد إصابته لمحمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر بخلع في الكتف بصورة تكاد تكون متعمدة. والصحف الإنجليزية تتغنى بالبطل جارث بيل وتنتقد كاريوس بعدما عنونت هدف بيل الإعجوبة يحرز اللقب للريال، لكن أخطاء الحارس وإصابة صلاح تحطمان ليلة ليفربول، في إشارة إلى الهفوتين الفادحتين لحارس ليفربول لوريس كاريوس. وفي الفورمولا 1 أعلن الاتحاد الدولي لسيارات تبرئة فيراري من ارتكاب أي مخالفة بعدما شككت في نظام استعادة الطاقة الخاصة بالفريق، إذ تنص اللوائح على أنه يتعين على الفريق إقناع الاتحاد الدولي أن سيارته تتوافق مع كل الأنظمة، وكان فيراري يعاني في إثبات هذا الأمر لكنه الآن يسير بشكل صحيح. جمهورنا الرياضي، تواجدنا مع عدد من لاعبي الكرة العراقية السابقين فسألناهم عن انطباعاتهم عن المشهد الكروي العراقي بشكل عام والفترة الحالية التي يتم فيها التحضير لانتخابات اتحاد الكرة، وكيف يعني ينظرون حول استبعاد الكفاءات من القامات الكروية المعروفة عبر تاريخ كرة القدم العراقية عن الانتخابات، وهل هنالك ضوابط وحلول يعني للدخول والتنافس الشريف من قبل المرشحين في انتخابات اتحاد الكرة. فكانت يعني الإجابات تغطيها لمحة من الألم والحزن على واقع الكرة العراقية، في الوقت نفسه كانت انطباعات أهل الشأن تمني النفس لرؤية مستقبل مشرق يمحو الصورة التي ظهرت بها الكرة العراقية في السنوات الأخيرة.
مشاهدينا دعونا الآن نتوقف مع يعني الرياضيين المختصين باللعبة وانطباعاتهم حول هذا الأمر، خلينا نتابع. حقا بالنسبة لانتخابات اتحاد كرة القدم، هذا الموضوع الأزلي الشائك اللي في كل مرحلة أو كل دورة يعني يظهر ويطفو هذا الموضوع على السطح. أعتقد يجب أن تكون هناك حلول جذرية لهذا الموضوع أو للرياضة العراقية بصورة عامة، لأن يعني إذا نلاحظ يعني نشوف المشاكل انتخابات سواء على مستوى الأندية أو سواء على مستوى الاتحادات وكذلك على مستوى اللجنة الأولمبية، فهذه كلها يعني تبين كنقطة سوداء في الرياضة العراقية وعلامة يعني علامة استفهام كبيرة. يعني يجب أن هناك تكون حلول جذرية، والحلول يجب أن تكون حكومية بالدرجة الأساس، لأن تنظيم القوانين هي مسؤولية الحكومة ومسؤولية البرلمان. لهذا أعتقد يعني بأن الحكومة والبرلمان العراقي يجب أن يضع هذا في أجندة، ولو يعني خلينا نقول الدور البرلمانية شارفت على الانتهاء بدون أن نشاهد تصويت على قانون اللجنة الأولمبية أو قانون الاتحادات أو قوانين الأندية، لأن من يوجد قانون راح يحدد الضوابط وكل يعني شخص سيأخذ حقه وفق القانون الماشي. تعرف احنا عندنا قوانين سابقه يعني قوانين الانديه وقانون الاتحادات من النظام السابق، ولحد الان هي اعتقد ساريه سواء على اللجنه الاولمبيه او على الاتحادات وعلى الانديه. لكن لاحظ يعني هناك مشاكل، يعني اكو اتحاد او اكو انديه تطبق هذا القانون، اكو انتخابات تجري على وفق لوائح، من ضمنها اعتقد اتحاد كره القدم اللي وضع لوائح خاصه، يعني لوائح عليه يعني تثير الاستغراب وبها عليه اكثر من علامه استفهام، لان يعني حسب ما يقال بين اللوائح فصلت على مقاس اعضاء الاتحاد، وهذه اعتقد نقطه مو يعني جيده في يعني صالح الرياضه العراقيه بصوره عامه، لان الاتحاد هو يمثل كره القدم ومثل يعني خلينا مثل ما نقول حكومه كره القدم في العراق. فلهذا يجب أن تكون هناك شخصيات رياضية، شخصيات محترمة، شخصيات لها تاريخ رياضي، تاريخ مشرف، بالإضافة إلى الإمكانية الإدارية والإمكانية المهنية. هاي الشخصيات اللي نتمنى أن تأخذ دورها على المستوى يعني الاتحاد. إحنا إذا نلاحظ أن هالمسألة في الأيام الأخيرة نشاهد من هناك قوانين وهناك ضوابط وضعت على لأجل الترشيح لعضوية الاتحاد، وهذه أعتقد ضوابط مو منصفة جدا، لأن أقصد شخصيات مهمة، شخصيات لها تاريخ طويل مثل كابتن عدنان درجال، كابتن نشأة أكرم، يعني أعتقد هناك العديد من الشخصيات اللي يتمنى أن يكون لها دور في الأيام القادمة في يعني قيادة مسيرة الكرة العراقية. مع احترامنا لكل الأعضاء وكل الأشخاص الموجودين في الاتحاد، لكن نتمنى بأن يكون النظر يعني وجود حل جذري، وضع يعني قانون خاص باتحاد كرة القدم ينصف الجميع، يعني مو يعني يميل إلى جهة على حساب جهة أخرى. وهذا اللي نتمناه احنا كرياضيين، كمتابعين، كمحبين للرياضة العراقية، نتمنى بأن يكون هناك حل جذري لمسألة الاتحاد، وهناك قانون منصف يأخذ كل ذي حق حقه. طبعا موضوع الانتخابات اتحاد كرة القدم وتغيير الوجوه الأشخاص الأعضاء والنائبين الأول أو الثاني أو حتى رئيس الاتحاد، يعني مسألة تحدث في كل دولة، يعني نسعى نحو الأفضل، دائما تكون الأشخاص والشخص الموجودين كفاءات عالية، كفاءات إدارية عالية ومهنيين نفس الوقت، مثل ما تعرف بأنه هو تخصص كرة القدم يجب أن يكون اللي موجودين يعني بإدارة اتحاد كرة القدم يكون تخصص كرة القدم وذات باع وخبرة طويلة في كرة القدم. هذه المسألة عندنا مهمة جدا. احنا كلاعبين دوليين اشتركنا بعض الوجوه الجديدة ان شاء الله، وترشيحاتنا وتوجهاتنا هذه الوجوه الجديدة ان شاء الله قوية جدا في سبيل تغيير واقع كرة القدم نحو الأفضل. احنا واقعنا حاليا يعني بصراحة وصل إلى مرحلة يجب أن يغير، لأنه مثل ما تعرفون يعني وضع المنتخبات الوطنية ووضع المنتخب الوطني الأول يجب أن يكون نحو الأفضل ونحو الأحسن من بعد رفع حظر كرة القدم عن العراق من قبل الاتحاد الدولي.
نتمنى ونسعى بأنه الوضع يكون أفضل إن شاء الله بالقادم إن شاء الله. مشاهدينا نتواصل مع آراء وانطباعات أهل الشأن حول ملف اتحاد الكرة والانتخابات المقبلة، ووقفتنا هذه المرة مع الحكام الدوليين السابقين، وسألناهم عن رؤيتهم للمشهد الانتخابي المقبل لاتحاد الكرة، وهل الانتخابات ستجرى في وقتها المحدد ويعني بشكل صحيح وسليم. الأسرة التحكيمية العراقية في الوقفة التالية، نتابع ورمضان كريم. والله إن شاء الله طالما أنه هناك خروقات كبيرة في اختيار الممثلين وهناك لوائح غير صحيحة قد وضعت، فأعتقد الشكوى ستذهب إلى محكمة كاس، ومحكمة كاس خلال 21 يوم ستبت بالموضوع. كما سابقا هناك تقدمت شكوى للاتحاد العراقي السابق في محكمة الكاس، تم إلغاء الاتحاد وإقامة انتخابات جديدة. لذلك أعتقد الانتخابات الحالية لن تذهب في 31 من الشهر القادم، وإنما سيكون رأي لمحكمة كاس للخروقات الموجودة الحالية في تمثيل للهيئة العامة لاتحاد كرة القدم. طبعا مثل ما قلت سابقا يعني احنا نحترم كل الاراء، واي يعني اي هنالك مفارقات او هنالك يعني عدم قبول بالانتخابات، يعني تعرف انت تحترم الراي والراي الاخر. احنا اليوم يعني شفنا الساده المرشحين باتحاد كره القدم، بالاضافه الى الساده اللي يعني هم يتمنون انه يكونون يعني مرشحين منافسين سواء للسيد رئيس الاتحاد او منافسين للساده اعضاء الاتحاد، هذا طموح مشروع الكل رياضي. اليوم أنا من الناس إذا أريد أرشح لازم يعني أحصل على يعني التزكية، لأن هاي التزكية الموجودة ضمن اللائحة. إحنا اليوم نعمل ضمن منظومة هذا الاتحاد، إحنا يعني يجب أن نكون مسلمين بالقرارات اللي وصلت إلها اللائحة اللي صادق عليها الاتحاد الدولي وصادقت عليها الهيئة العامة. تبقى إذا هنالك يعني اعتراضات أو هنالك آراء أخرى فهذه يعني تتبع الشخص اللي قدم اعتراض، وتبقى دائما يعني احنا نتمنى انه تكون كرة القدم بالعراق تمشي وفق آلية وعلى المنهاج المعد لها. يعني ما نريد انه تصير هنالك خلافات يعني تكون يعني من جراء الخلافات هنالك عقوبات ممكن انه تطول يعني الكرة العراقية. جمهورنا الرياضي، سنبقى مع اجواء الاتحاد الكروي وهذه الفترة القصيرة يعني من بدء الانتخابات، إذ رافقت فترة عمل الاتحاد العراقي لكرة القدم الكثير من المؤشرات، وصولا إلى الخطوة التي أقدم عليها الاتحاد الكروي باستبعاد 7 مرشحين من المشاركة في الانتخابات على الرئاسة والعضوية. فبعد هذا التهميش والإقصاء لنجوم الكرة أصبحت المسألة يشوبها العديد من علامات الاستفهام. في ظل هكذا أجواء، مشاهدينا بالتأكيد ستبرز من أطراف كثيرة ومنها الإعلام والصحافة، ستبرز اعتراضات وتساؤلات ومطالبات وأمنيات بأن يكون القادم أفضل لمنظومة عمل الاتحاد الذي سيكون له تأثير إيجابي في رفع المستوى الفني للكرة العراقية. وهذه بالتأكيد طبعا وفقا لأبرز الانطباعات التي طرحوها الزملاء في حوارهم لصدى الرياضة. لكن من بين الأسئلة المهمة التي طرحناها، هل يعتبر لجوء المرشحين المستبعدين إلى محكمة الكأس الدولية هي عملية صحيحة، وهل هو الحل الأمثل لإنقاذ الكرة العراقية؟ الزملاء الصحفيين في الوقفة التالية. نعم، بالنسبة إلى رأي الأخوة في اتحاد كرة القدم أنها ستمضي وفقا للوائح والقوانين التي اعتمدوها سواء الخاصة باتحاد كرة القدم أو فيما يتعلق بالتعليمات أو النظام الداخلي الذي سنوه وصادقت عليه الهيئة العامة، ولكن بالنسبة إلى آراء أخرى كبيرة سيما بالنسبة للمبعدين على رأسهم السيد عدنان درجال، وليد الزيدي، نعيم صدام وآخرين، فيما يتعلق بالجماهير العراقية التي تطالب بالتغيير والإصلاح، فيما يتعلق بوسائل الإعلام التي كان لها دور كبير وتصدت وكأنما القضية قضيتها، وبالتالي أعتقد أن هناك الكثير. سيد عدنان درجال ومن معه أعلنوا بشكل صريح وواضح بأنهم ماضون إلى محكمة الكأس التي يعتقد أنها ستبت
قبل موعد الانتخابات بقرارها، وربما هنالك مفاجآت. فلذلك دعينا إلى ضرورة أن يفتح الحوار كي لا تضر الكرة العراقية بين الطرفين، وبالتالي أعتقد أن عملية الانتخاب سيشوبها الكثير من المحاذير والمطبات، سيما وأن الانتخابات النيابية ستسبقها والتي لها تأثير كبير على الواقع العراقي كما هو متوقع. نعم، مسألة إقامة الانتخابات في 31/5 من عدم هذا يعني أمر خلال الأيام المقبلة ممكن نعرفه من خلال تقديم السيد عدنان درجال لشكوى في محكمة كأس. لكن أنا حقيقة أتألم للوضع اللي وصلنا إليه بالكرة العراقية، عملية إقصاء وتهميش عدد من النجوم وأيضا الناس الإداريين اللي ممكن أن يعملون باتحاد كرة القدم وعدم منحهم فرص متساوية مع باقي الأعضاء، أعتقد هذا أمر يعني نشوفه الآن من خلال كل الاستطلاعات ومن خلال ردود الأفعال سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو بالقنوات الإعلامية، يعني أمر أثار حفيظة الجميع وليس يعني باستثناء شخص أو على أخرى. عملية التهميش عملية خاطئة، وعملية لجوء الأخوة إلى محكمة كاس أعتقد هو الآن الحل الممكن الوحيد، على اعتبار أنهم ما يقدرون يدولون القضية يعني في العراق لأنها تتخالف يعني مع قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في اللجوء أو تدخل الحكومة والقضاء العراقي، لكن هم استنفذ الطرق القانونية في مسألة الذهاب إلى لجنة الطعون والاستئناف اللي يعني هي ردة الطعن، وبذلك لم يكن خيار هنالك خيار أمام الأخوة المعترضين سوى في الذهاب إلى محكمة كاس. وأنا أعتقد ذهابهم يعني ليس كما يروج له البعض من أنه هذا التوجه ممكن أن يؤثر على مسألة رفع الحظر عن الكرة العراقية، هذا أمر مختلف تماما وليس له وجود، ومن يحاول أن يسوق له هو محاولة في إثناء الأخوة بالمعترضين في المضي بطريق واحد أو طريق صحيح نحو الحصول على حقوقهم، وهذا الشيء هو تحدث به كابتن عدنان درجال وأكده بالملموس أنه إذا كان مسألة الذهاب إلى محكمة كاس تأثر على الحظر فأنا أول واحد يعني أنسحب من هذا الموضوع. الكل متأكد أن هنالك حق ويجب أن يحصل عليه، محكمة كاس هي الطريق الوحيد الآن أمام الجميع، وعملية اللجوء لها برغم تكلفتها المادية العالية لكن هو الأخوة في اتحاد كرة القدم لم يتركوا خيارا آخر في هذا الصدد. في المؤتمر الصحفي اللي قامه الكابتن عدنان درجال والبعض المبعدين عن الانتخابات وضح أمور كثيرة وكيف كانت الملابسات وكيف كان الإبعاد وأنه السلك طرق عديدة في سبيل إصلاح الوضع، لكن الظاهر أنه الأخوة بالاتحاد كانوا مصرين على إبعاد الشخصيات والرياضية لأنه بصراحة يخافون من عندهم، لأنه لو دخلوا أنا مرة سألتهم لأنهم لو دخلوا ممكن يقلبون الهيئة العامة وبالتالي ينقلب الميزان. توقع تصير الانتخابات في 21/5؟ لا ما اعتقد، وموعدها حسب قرار الاتحاد 31/5، ما اعتقد تصيرها انتخابات اذا ما الاخوه المبعدين قدروا يجيبون قرار محكمه كاس. بالاضافه الى محكمه كاس كان اكو هنالك لجوء الى المحاكم المحليه اللي من ضمنها المحكمه الرياضيه. جمهورنا الرياضي، دعونا الآن نتوقف وقفة سريعة مع فاصل قصير، نواصل بعده ما تبقى لنا من فقرة صدى الرياضة. رمضان مبارك. مشاهدينا، نكمل مشوار صدى الرياضة يعني بالتواجد مع الرياضيين السابقين في لعبة كرة القدم العراقية لمعرفة آرائهم حول فترة عمل الاتحاد العراقي لكرة القدم بشكل عام، وكيف ينظرون يعني هذه الفترة الحالية التي يتم فيها التحضير للانتخابات، وهل الأفضل والأجدر لقيادة عمل الاتحاد في المرحلة المقبلة بتأسيس منظومة جديدة من أصحاب المعرفة والخبرة والتاريخ الرياضي، يعني ممن خدموا الكرة العراقية كلاعبين ومدربين. الآن نتابع انطباعات أخرى لمجموعة من لاعبي الأمس حول هذه التساؤلات وغيرها، نتابع. ورمضانكم مبارك. انتخابات كرة القدم، اتحاد كرة القدم، انتخابات الحقيقة الهامة اللي يراقبها الشارع والجمهور
العراقي بعناية فائقة وحتى الدولة العراقية، ولذلك المؤسسات الرياضية مرتبطة ارتباط وثيق حقيقة بطريقة تعاملها مع الاتحادات الرياضية ومنها اتحاد كرة القدم. لذلك عندما أتكلم عن اتحاد كرة القدم والضوابط والقوانين وأيضا ما يجري حاليا لجنة التراخيص سابقا وعندك لجنة الانتخابات الحالية، أنا أعتقد بأن هنالك دائما ما هنالك معوقات تثير الشكوك هنا وهناك، وبالتالي هاي تنعكس على أداء الانتخابات الشفافة الناجحة الإيجابية الصريحة بارتقاء الأشخاص الكفؤين. لذا عندما تشاهد بأنه لا يوجد مرشحين لرئاسة الاتحاد، لا يوجد مرشحين لمركز النائب، لا يوجد مرشحين سوى شخص واحد، هذا يثير الشكوك حقيقة. لذلك المرحلة القادمة مرحلة صعبة نتعامل معها بحذر شديد، وحتى التصريحات الإعلامية عندما تطلق يجب أن تكون منطقية وبناءة. الهدف مو التسقيط، لكن الهدف هو التغيير الإيجابي الحقيقي، ولهذا ما تجري عليه حاليا الانتخابات في كل أنحاء العالم. لذلك الانتخابات القادمة والهيئات الهيئة العامة لاتحاد القدم هيئة يجب أن تكون على مستوى على المسؤولية وتختار الكفوء اللي سيرته الذاتية ناصعة وعمل إيجابي وقدم الشيء الكثير في تطوير كرة القدم العراقية. لذلك هنالك شخصيات مع جل احترامي للكثير منهم لم تقدم شيء، لذا هي رسالة التنحي عن هذه المراكز. هذه المراكز مو أماكن للحصول على مكاسب شخصية، وبالتالي هذه المكاسب الشخصية ما راح تعطي شيء. رجائي بأنه تغيير الضوابط والقوانين اللي بصراحة سببت هذه المشكلة، وبالتالي أنا أعتقد راح تكون هنالك شكاوى على مستوى عالي، وبالتالي إبعاد النجوم بهذه الطريقة وعدم حصولهم على تمثيل وهنالك التثنية، وهذا الأمر حقيقة لا يتلائم مع طبيعة واقع الحال. هنالك ما يقارب 50 مقعد وهنا يتنافس عليه أكثر من 25 أو 23 ويحتاج إلى تثنية، أعتقد هذا شيء مبالغ به، شيء غير منطقي ومخالف لما يتعامل به العالم. تطور كرة القدم العراقية يأتي من خلال الضوابط الحقيقية ومن خلال دعم الدولة ومساندتها ومن خلال المؤسسات الرياضية الصادقة وتتعامل بحيادية مع كل المرشحين. لذلك المرحلة الجاية أنا أعتقد مرحلة صعبة، واتحاد كرة القدم مسؤول عن أي إخفاق يحصل في هذه الانتخابات، ومسؤولية كبيرة أمام الجمهور وأمام الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للانتخابات اتحاد كرة القدم، اتحاد المركزي لكرة القدم، يجب أن يعطون الفرصة المناسبة للاعبين الدوليين. يعني عندنا لاعبين دوليين اعترافهم دولي، اشتغلوا بالاتحاد، اشتغلوا باللجنة الأولمبية، يعني الكابتن عدنان درجال كابتن منتخب العراق وإلى سمعته وإلى وزنه بالناحية الإدارية، وكابتن نشأة من رشح، وكابتن يعني هم كابتن معروف على مستوى العراق. فيجب أن يغير الاتحاد، يكون هم متشلبين بها من بالعامية، يجب أن يتركون المجال يعني الشباب أن تطمح أن تشتغل أن تقدم خبراتها. والكابتن عدنان درجال مو أن هو يعني شاب يريد يقدم، كابتن عدنان درجال إلى خبرته وإلى وزنه بالاتحاد الآسيوي بالاتحاد الدولي عنده علاقات، مثل ما الكابتن حسين سعيد نفس الشيء. فذول طاقات يجب أن نستغلها، ويجب أن يكون هناك تغيير شامل وكامل بالنسبة لاتحاد كرة القدم، لأنه إذا ما تغير راح يبقى نفس المنهج ونفس المواضيع اللي طرحت. أما أن يطلعون قوانين جديدة، فهم أصلاً هناك قوانين يعرفوها باتحاد كرة القدم، والكابتن عدنان درجال عنده لوائح وعنده أنظمة وقوانين للاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي، فيجب أن يكون تغيير يعني شامل في اتحاد كرة القدم نحو الأفضل، وإعطاء فرصة للاعبين الدوليين السابقين اللي عندهم المنهج وعندهم فلسفة بالقضية. أما أن يطلعون يوميا قوانين وتشريعات جديدة، فما أعتقد هاي في مصلحة البلد. الحقيقة اتحاد كرة القدم العراقي يعني دا يعمل بآليات يعني ما نعرف، يعني خليطون فد فرصة للناس الرياضيين اللي تستحق أن تعمل بالكرة العراقية. الكرة العراقية يمكن بالفترة الماضية يعني ما حققوا فشيء للعراق.
جمهورنا الرياضي، هذه عودة إلى الزملاء الإعلاميين وهذه الآراء والانطباعات حول ما يعني رافق في فترة عمل الاتحاد العراقي لكرة القدم من حالات إيجابية وسلبية، وهذه الفترة المهمة من الانتخابات. بالتأكيد شؤون وشجون هذا الأمر سنتابعها وفقا لما طرحه الزملاء الإعلاميين في حوارهم لصدى الرياضة. خلينا نتابع. تحدثت بوسائل الإعلام أنه الهيئة العامة هي تنتخبني، وبالفعل نعم إذا تريد تنتخبك افتح الأبواب لكل المعارضين، افتح الأبواب الرؤساء، ليش بس شخص افتح ويا عدنان درشال ويا أي شخص 4-3 حتى أنت تحصل الشرعية الكاملة. يا أخي صدوا لهذه الفوضى اللي زادت بالاتحاد والانتخابات، كل من يصرح شكل، هذه يصرح شكل، هذه يصرح، يعني وين راح توصل الكرة العراقية؟ راح تروح للعقوبات؟ حقيقة يعني ثم ثمانية أعتقد، سواء من جهة الشارع الرياضي أو من جهة المراقبين والمتابعين لحدث الكروي في العراق، يعني أعتقد ثمة يعني وجود ظلم أو إجحاف فيما يتعلق يعني بإبعاد بعض النجوم من الترشح لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، أو فيما يتعلق يعني من خلال وضع العراقية والحواجز يعني التثنية والتزكية. أعتقد يعني لحق ظلم كبير ببعض النجوم، الأمر الذي تسبب بتأزيم الأجواء، بالتالي أعتقد اليوم إحنا يعني أعتقد يعني وفق ما أعتقد أنا ماضين يعني باتجاه النفق المظلم أو التجميد أو العقوبات، بالتالي إحنا يعني أخشى يعني أخشى على الكرة العراقية من الذهاب إلى النفق المظلم إلا في حالة يعني أنه يعني هناك رؤى مشتركة ما بين الاتحاد الحالي والمعترضين من اجل يعني تجنيب الكره العراقيه النفق المظلم. هنالك معطيات كثيره وامور تشير الى ان اتحاد الكره الحالي لم يتقيد بالقواعد واللوائح اللي وضعها، وكثير من هذه الامور مثلا موضوع لجنه الانتخابات، اذا ترجع للقانون يجب تشكيل هذه اللجنه قبل 6 أشهر ويتم ذلك عن طريق الانتخابات وليس عن طريق التسميه. اليوم انه احنا نقول الناس قدموا اللي عملوا، قدموا اللي يقدرون عليه، لكن يجب ان هذا المكان يعني ليس هو كرسي بالوراثه او على الدوام انه انت تاخذ هذا الكرسي رئاسه او اعضاء الاتحاد، يجب فسح المجال امام كفاءات رياضيه، اسماء كبيره في عالم الكره العراقيه ومن ضمنهم الكابتن عدنان درجال. مشاهدينا يعني بعد هذه الجولة وهذه التصريحات والآراء والانطباعات من أهل الشأن والمختصين والإداريين والمعنيين، تبقى التساؤلات قائمة. يا ترى هل الحال سيبقى على ما هو عليه؟ يا ترى هل ستظهر لنا على الساحة رؤى جديدة متطورة ومختلفة حول مستوى العمل في اتحاد الكرة ومدى نسبة نجاح قراراتهم خلال عملهم ومسؤوليتهم في قيادة الكرة العراقية؟ يا ترى هل الهواجس والحيرة ستبقى تشغل وتحاصر الإعلاميين والرياضيين والمحبين والجماهير الرياضية العراقية حول مستقبل الكرة العراقية؟ يا ترى هل المخاوف ستنتهي منا جميعا لكي نغلق صفحة الماضي ونعيش يعني خطوات جديدة نحو النجاح والتألق في عالم المستديرة العراقية؟ أعتقد وأجد في ظل هكذا مناخ ملوث وغير صحي، وهكذا ظروف مليئة بالصراعات والتمسك بالمناصب وتخطيط وترتيب الأزمات المفتعلة من أجل المنافع الشخصية، أعتقد وأجد للأسف ستبقى هذه الأمنيات والتساؤلات قائمة بدون أي جدوى وبدون أي حلول تخدم المصلحة العامة. بالتأكيد ستبقى العيون مشاهدينا الكرام ترنو إلى بصيص أمل ومستقبل مشرق يعني يمحو كل الجوانب المؤلمة والسلبية التي مرت بها الكرة العراقية. أخيرا مشاهدينا الكرام، تقبلوا تحيات أسرة صدى الرياضة التي كانت معنا في هذه التغطية وهذه الفقرات المتعددة. بالتأكيد أنا أتمنى لكم التألق، النجاح، الإبداع. هذه تحياتي بلال بداع، مع السلامة.